صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس، نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم اليوم بغيت نطلب لكم واحد الطليبه. راجلي كان في المستشفى وتنتمنى تدعيوا لي معاه بالشفاء العاجل يا ربي. هادشي اللي بغيت البنات، اول مره غادي ندير نطلبكم هاد الطليبه. تنتمنى يخرج بخير وعلى خير. البارح ديت ليه حوايجو كلشي، ولكن راه ما تندخلوش للاوبيتال البنات، تنحط ليه غير الساك تما عند لا سيكريتاريا وصافي. والله الا دوزت هاد الليله في الجحيم، هادشي اللي غادي نقول لكم. وتنتمنى تدعيو ليا مع راجلي بالشفاء العاجل يا ربي، والله يشافي جميع المسلمين. الله ما قضيت نهضر، يلاه بالسلامه البنات، حتى المره القادمه ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.